في ليكمل المباراة المئوية له في هذا المساء. ودخول نور صبري بالرقم 20 آخر من تبقى من الجيل الذي أفرح العراق ومن الجيل الذي أفرح كل العرب في بطولة كأس آسيا 2007 يشارك الآن تكريما له ودخول في عالم أو في نادي المئة. خلينا نقول من الأسماء التي لعبت طبعا للعراق لدينا يونس محمود وحسين سعيد وأحمد راضي عدنان درجال هوار ملا محمد نشأة أكرم مهدي كريم رعد حمودي ينضم إليهم اليوم نور صبري في هذه المباراة. كرة ملعوبة كرة في الجهة اليسرى